السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح الدايابيتيك ريتينوبسي. من أهم الحاجات طبعا اللي احنا هنشرحها إن شاء الله النهاردة، وديت تندرج تحت المايكرو أنجيوباسي. ماشي، يعني ديت من الحاجات اللي بتبوظ في الفيزلز المايكرو. احنا خدنا الماكرو اللي هو الايه، اللي هو طبعا الاثيروسكليروسيس والكلام ده كله. فاحنا المرة دي هنتكلم في المايكرو أنجيوباسي. حلو، قال لك بقى اي حد عنده ريتينوباسي بيكون عنده ثلاث، يعني ايه ثلاث اعراض كده او ثلاث صفات. ايه الثلاث صفات دي؟ اول حاجه ان هو عنده فاسكولوباسي، الايه البلاد فيزلز والفاسكولار عنده بايظ خالص. تاني حاجه ان بيبقى الريتينوباسي ده مش في عين واحده بس، لا ده بيبقى دايما باي لاترال. طب ليه بقى باي لاترال؟ لان اصلا اسبابه بتكون في الغالب هي سيستميك ديزيزز، وهم ثلاثه ما لهمش رابع، اللي هما بنسميهم الثلاثي المرح. مين بقى الثلاثي المرح ده؟ الهايبرتنشن، الدايابيتس ميليتس، والاثيرو اسكليروسس. حلو، هما الثلاثه دول. جميل جميل. قال لك الدايابيتك نيفروباس ده اللي هو الريتينوباس ده، ده من اشهر الحاجات اللي بتعمل بلايندنس لكل واحد ادلت. يعني ده من اشهر الحاجات اللي هو الدايابيتس. ماشي، طب ليه في واحد دايابيتس يجيله ريتينوباسي، واحد تاني ما يجيلوش، واحد تاني مثلا يبقى عنده والتاني نص نص والتاني دخل في الكومبليكيشن؟ ليه بتتوقف على ايه؟ قال لك بتوقف اول حاجه على طيب الدايابيتس اللي عنده، عنده رقم واحد، رقم اتنين، مودي، لادا، جيستيشنال، عندها ايه بقى كام ده، يبقى ايه بتوقف على الطيب. تاني حاجه بتوقف على الكنترول اللي هو عامله، ان كنترول ولا لا، ماشي على الانسولين كويس، ماشي على الادويه بتاعته كويس. كل ما هو ماشي كويس ومظبط الايه السكر بتاعه، طبعا مش ايه مش هيخش في ريتينوباسي، انما لما الدنيا تبدا تبوظ منه يخش في ريتينوباسي. واهم حاجه الديوريشن، لان كل ما الراجل يبقى عنده سكر، مثلا ده واحد عنده سكر بقاله 20 سنه، ده واحد عنده سكر بقاله 50 سنه، فهتفرق تفرق طبعا. ماشي، قال لك الايرلي ديتكشن في الموضوع ده بيبقى كويس قوي قوي قوي، كل ما ايه ما نكشف بدري يبقى احسن نكتشفه بدري. فعشان كده بننصح الراجل بتاع السكر ان هو يعمل انيوال ايه فاندس اكزامينشن كل سنه كده. طب لو كانت واحده بريجننت، لو كانت واحده بريجننت طبعا كل تريمستر تعمل ايه، تعمل فاندس اكزامينشن، يعني كل 3 شهور كده تروح ايه تعمل فاندس اكزامينشن، وطبعا تعمل بلاد جلوكوز ليفل تبدا تشوفه كل شويه عشان ما نخلوش يعلى، عشان كل ما بيعلى بيبقى فيه كده خطوره، لان الكنترول بتاعنا كده هيبقى بايظ، وكده الراجل ده ايه ممكن يخش في مننا في كومبليكيشن. حلو، الموضوع ده بيحصل، الموضوع ده مشهور جدا جدا جدا، بيقول لك كونسيرت اوف فيشنت للدايابيتس، يعني مشهور جدا جدا جدا. الباث جينيسيس بتاعته هي نفس الباث جينيسيس بتاعه المايكرو ايه فاسكولار كومبليكيشن احنا قلنا عليها، اللي هي الايه بقى اللي هي ان السكر عندنا يتحول لسيربيتور ويتحول للداج والرص والحاجات الكتير اللي احنا قلناها دي. ماشي، بالاضافه لبعض الحاجات الجديده، بعض الحاجات الجديده دي قال لك بس احنا نقسم الايه اللي هو ريتينوباسي ده لتلات ايه لتلاته ستيج. ستيج رقم واحد هتبقى عندنا بنسميها باك جراوند ريتينوباسي، بنسميها ايه باك جراوند ريتينوباسي، او الايه الاسم التاني اللي هو النون بروليفراتيف فيس. حلو، ايه اللي بيبدا يحصل فيها؟ ركز بقى معايا. الاول كده عايزين نشرح ايه هو البلاد فيزل. البلاد فيزل بيبقى شكله عامل كده قدامنا اهو، وادي بيبقى فيه من هنا اندوثيليوم كده ايه بيبطنه من جوه كده. حلو، بيبقى فيه بقى خليه هنا كده من بره كده بتبقى محوطه الايه محوطه البلاد فيزل كله كده، يعني لو خدنا قطاع عرضي كده في الايه في البلاد فيزل هي بتبقى محوطه كله كده ايه من بره. الخلايا دي اسمها البيري سايت. الخلايا دي مهمه، الخلايا دي مهمه جدا جدا جدا، لانها عامله شبه المصفى، هي دي بقى اللي بتقف على الجدار من بره وعامله شبه المصفى، تقول لده انت عدي، لا الالكتروليت ده انت ما تعديش، لا المايه دي تعدي، لا المايه دي ما تعديش، هي اللي واقفه ايه حارس، هي اللي عامله شبه المصفى، وهي اللي عامله شبه درع الحمايه، تقول لده عدي وتقول ده ما تعديش كده، عامله شبه راجل الشرطه. اسمها ايه؟ اسمها البيري سايت. فمهم قوي قوي قوي. ايه بقى اللي بيحصل عندنا في الكومبليكيشن بقى والباث جينيس اللي احنا خدناها، السوربيتول والدج والرئه والرص والحاجات دي كلها تبدا تروح على الخلايا ديت، تبدا تعمل لها ابوبتوزيس. مهم قوي قوي موضوع الابوبتوزيس دي. فالخلايا دي تبدا تموت، اول ما الخلايا دي تموت الجدار يبدا يضعف، لان قلت لك دي هي اللي عامله له سبورت، وهي اللي عامله له حمايه، وهي اللي عامله شبه المصفى والكلام ده كله. فالجدار لما يضعف يبدا يطلع ايه يبلج كده شويه، فلما البلج كده بنسميه ايه بقى؟ البلجيه دي بقى بنسميها ايه؟ مايكرو انيوريزم. مايكرو انيوريزم. حلو، طب هنسكت على كده؟ قال لك لا مش هنسكت على كده، بقول لك المصفى بتاعتك باظت. فطالما المصفى بتاعتك باظت ايه اللي يحصل؟ هيبدا بقى الميه تطلع عادي، فلما الميه تطلع عادي يحصل اديمه. ماشي، ممكن بقى مين اللي يطلع كمان؟ اللي يطلع كمان الهيموريدج.
شويه ار بي سيز كده يطلعهم يعمل لك هيمرج، بس لو شويه ار بي سيز صغيرين كده طلعهم بيبداوا يعمل لك هيمرج على شيء على شكل ايه، دوت نقط كده وخلاص. انما تخيل بقى لو الانيوريزم ده ذات نفسه الرابشر راح جاي بوم من فرقع شويه دم كتار طلعهم، فبيبداوا يعمل لك على شكل ايه، فيلام شيب. فيلام شيب بقى بيبقى ايه، شبه الشعله كده بقى، شويه كده شويه جنب بعضهم كل كاع يعني. ماشي، قال لك في حاجه اسمها اكسيوديت. ايه بقى الاكسيوديت اللي بيطلع ده؟ قال لك ركز بقى معايا. اول حاجه احنا عندنا ممكن يطلع حاجه من هنا كمان اسمه الليبت. الليبت ده لو طلع الماكروفاج بتيجي تاكله وبيبدا يعمل كلكع صفرا. الكلكعه الصفرا دي بنسميها ايه، اكسيوديت من نوع الهارد، يبقى هارد لونه اصفر دي كلكعه الليبت. حلو، في حاجه تانية ممكن تحصل؟ قال لك اه، ركز بقى معايا. احنا دلوقتي عندنا هنا الريتنا، الريتنا تتقسم لشويه ايه، نيورو فايبرز كده اهو، شويه ايه فايبرز كده من ايه، من الاعصاب من النيرفز. حلو، بيبقى بيتغذوا منين؟ بيتغذوا طبعا من بلاد فيزل اهو. البلاد فيزل ده بقى افرض حصل فيه اكلوجن، في ار بي سيز جت سدته حصل فيه اكلوجن، لما يحصل فيه اكلوجن بالتالي بتبدا الفايبرز بتاعت النيرفات دي تبدا تبوظ 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 تبوظ. حلو، اول ما تبدا تبوظ بيحصل في حاجه اسمها مايكرو انفاركشن. مايكرو انفاركشن ماشي، في الفايبرز بتاعت الريتنا، النيرفز بتاعت الريتنا. حلو، فلما تبدا تموت وكده تبدا لونها يبقى ابيض، تدي لون ابيض 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 كده. فتيجي تبص بالفندوسكوب وبالفندس كده هتلاقي في كلاكيع بيضاء، كلاكيع بيضاء، نقط بيضاء، نقط 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 بيضاء. فلا خلاص دي نقط بيضاء، فنسميها ايه، كوتون وول اكسيوديت. هي دي بقى يا معلم. طب ده السبب الوحيد اللي ممكن يعمل لي كوتون وول اكسيوديت؟ قال لك لا، في سبب كمان. ايه هو؟ ادي عندنا النيرف اهو، ادي اكزون، وادي عندنا خليه عصبيه اهي، وادي الدندرايت والكلام ده كله اهو. حلو، ايه اللي بيبدا يحصل؟ قال لك لما النيرف بيبدا يبوظ برضه بيبدا يحصل له حاجه ايه، اكيوميوليشن. هنا بيبقى عنده سيتوبلازم، هنا بيحصل له اكيوميوليشن بنسميه اكزو بلازم. الاكزو بلازم ده يبدا يحصل له اكس ايه، يبدا يحصل له اكيوميوليشن اكيوميوليشن ورا اكيوميوليشن، فالنيرف بوظ. فلما النيرف يبوظ المهم بيديني في الاخر لون ابيض، بنسميه كوتون ايه، كوتون اول. وبكده الحمد لله خلصنا المرحله الاولانيه. المرحله الثانيه بنسميها البري بروليفراتيف فيز. البري بروليفراتيف فيز دي بقى اللي بيحصل فيها، ركز معايا. قال لك اول حاجه انت بيبقى عندك ادي ارتر، الارتر ده بيجي برضو يحصل فيه اكلوجن. ماشي، لما الارتر يحصل فيه اكلوجن يقول لك ايه ده فيه سكيميا. لا، انا حجم كبير يبدا يكشكش على ايه، حوالين نفسه. فالحجم الكبير بتاع ده يبدا يكشكش ويبقى ايه، يبقى صغير خالص كده، يبقى ضيق كده وايه وصغير، فبنسميه اتينيويتد ارتر. بقى اسمه اتنيويتد ارتر. اتنيويتد ارتر دي بيقول لك ده شور ساين للاسكيميا، تعرف كده على طول ان فيه اسكيميا. طالما الارتر حجمه صغير كده يبقى تعرف ان فيه ايه، فيه اسكيميا موجوده. حلو حلو، قال لك بقى بيحصل ايه كمان؟ بيحصل ان الفينز بتسبح. ايه الفينز بتسبح دي؟ الفينز بتبقى ماشيه تعمل كده، بتسبح كده، بيطلع ايه، بيطلع بيبقى فيها ايه شويه سبح كده اهو، دي بنسميها فينوس بيدنج. فينوس بيدنج ماشي. طب افرض بقى الاكلوجن اللي حصل ده هو ممكن يحصل في فينز، صح؟ صح ولا مش صح؟ اهو حصل ده فينز. قال لك هيسكت؟ قال لك لا، قال لك ممكن يطلع منه كولاترال، كولاترال تاني كده اهو، الدم يمشي فيه، والاتنين بيبقوا برر لبعض ماشيين كده اهو، ده كده وده كده، الاتنين بص بيبقوا برر كده جنب بعض. فالموضوع ده نبدا نسميه ايه؟ ونسميه فينوس ريدوبليكيشن. فينوس ريدوبليكيشن ماشي. ممكن الفين يروح جاي ملولو حوالين بعض اهو، يبدا يعمل لك كده، يبدا يعمل لوب كده، فاسمه لوبينج للفينز، لوبينج للايه، للفينز. ماشي، قال لك انت عارف ان ده الارتري وادي فين، ما بينهم بيبقى في حاجه كده بنسميها اي في شنط، ده في الجسم كله، في الجسم كله بنسميها اي في شنط. بيقول لك الضغط بيعلى بقى في الحته ديت، فالاي في شنط دي بتبدا تفتح. بس الاي في شنط بتبدا تبان بقى في الفندوسكوب؟ قال لك اه، بتبان بقى ان في دم ماشي هنا كده، فكل ده بيبقى ماشي في دم. المفروض الاي في شنط دي مقفوله في النورمال، انها بتبدا تفتح بقى لما الضغط بيزيد والكلام ايه، يبدا يبوظ كده. اي في شنط في الجسم كله، انها في العين بنديها اسم دلع كده، بنسميها انترا ريتينال مايكروفاسكولار ابنورماليتيز. ماشي ماشي. وطبعا بيحصل مالتيبل ايه، مالتيبل هيموريدج، بسبب ان ايه الانيوريزم بقى يبدا يفرقع والدنيا تبدا ايه تبوظ منك كده. ركز بقى معايا، ديت اهيت اللي هي الدوبليكيشن، حصل هنا اوكلوجن اهو، فبدا ادي واحد وادي واحد ماشي ايه بقى ماشي جنبه، اتنين بتلاقيهم بيمشوا جنب بعض كده وبيبقوا ايه، وبيبقوا بارلل لبعض. دي الحاجه اللي بعد كده، هي اللي اسمها لوبينج فينز اهو، بيبقى الفينز ماشي كده ملولوب كده، اسمها لوبينج فينز. تعالى بقى نخش على المرحله الثالثه، وهي اللي اسمها البروليفراتيف فيز.
بروليفريتيف فيز. ليه بقى اللي بيحصل فيها؟ ركز بقى معايا، سمي الله كده وركز. اول حاجه انت زي ما انت شايف كده بيبقى في سكيمي، ماشي، في عندنا جلايكيتد انت بروتكس وحاجات معفنه كده بتروح جايه تطلع شويه جروس فاكتور وسيتوكاينز، ام جروس فاكتور والحاجات دي كلها تروح على البلاد فيزل تبدا تعمل لك سكند بيزمنت ممبرين. هيسكتوا على كده؟ مش هيسكتوا على كده، يعملوا لك بروليفريشن في الاندو ايه سيليم. الاندو سيليم اهو يبقى تخين كده، ماشي اهو. فيجي بقى الدم معدي، الدم بقى ايه يتحشر هنا ار بي سيس، ار بي سيس تبدا تتحشر هنا، فتبدا تعمل لك اوكلوجن، تبدا تقفل لك اليومن خالص وتتحشر كده وتوقف لك الدم ايه ميه ونور. فكان اللي انت شايفه ده قدامك كده يعتبر ايه ثرومبوزز، ماشي. الثرومبوز ده كده في دم رايح للتشو؟ لا، فيبدا يحصل هايبوكسي. الهايبوكسي تبدا تطلع لك الفي اي جي اف، ايه هو ده؟ الفاسكولار اندوثيليوم جروس فاكتور. فاسكولار اندوثيليوم جروس فاكتور ده يبدا يعمل انجيوجينيس. انجيوجينيس بقى هنا اهو يبدا بقى يعمل لك ايه شويه بلاد فيزلز كده بس بيبقوا صغيرين وضعاف وايه ميتين خالص. طب ليه؟ لان انت التشو هيموت منك، فلازم ننجز نعمل ايه، نعمل انجيوجينيسيس بسرعه. فاي حاجه الجسم بيتلهوك فيها ويبدا يعملها بسرعه 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 يبدا يعملها غلط ويعملها ضعيفه، فيبدا يعمل شويه ايه شويه حاجات هاموش كده، حاجات صغيره كده خالص، ايه بلاد فيزلز كده تعبانه وضعيفه خالص كده وهش حلو. فتبدا الضعيفه والهشه دي هتسكت؟ لا، تفرقع، تبدا تفرقع هي كمان وتطلع لك هيموريدج. والهيموريدج زي ما انت عارف، بص اي حاجه ربنا عامل لها فيسكل وكوت ومخليها ماشيه جوه حاجه كده معينه، لو طلعت براها تعمل لك فيبروز على طول، تبدا تعمل لك اريتيشن للجسم. زي برضو السويت جلاند، السويت جلاند احنا خدنا ادي الغدد العرقيه اهي، ويبقى ايه ويبقى لها ضغط وبتبدا تطلع الايه الميه بتاعتها على الجلد وخلصنا. انما افرض بقى الميه اللي فيها دي دخلت لك جوه الجلد كده، كنا خدناها ملاريا روبرا، ويبدا يعمل لك هرش وايه وريتيشن وبتاع. فاي حاجه بتطلع بره الكيس بتاعها تبدا تعمل لك اريتيشن، والا ربنا ما كانش حطها في كيس. زي برضو الهيموريدج، الهيموريدج ده طول ما هو ماشي في البلاد فيزلز وطول ما هو ماشي في الار بي سيز زي الفل، هتطلع منه يبقى انت تبقى قليل الادب كده وتبدا تعمل ايه، تعمل لي اريتيشن ويهيل باي ايه باي فايبروسيس. فجاه قال لك بقى ايه حاجه مهمه قوي، الموضوع ده اسمه النيو فاسكولاريزيشن. ايه النيو فاسكولاريزيشن ده؟ ان احنا هنبدا نكون بلاد فيزلز كتير اللي هي الانجيوجينيس، ماشي. ممكن تبقى قريبه من الديسك، في حته الديسك كده لما تيجي تبص في الفندوسكوب الديسك، لو قريبه من الديسك بنسميها ان في دي، طب لو بعيد عن الديسك وفي اي حته تانية خلاص هنسميها ان في اي، ايه الس وير، الس وير في اي حته تانية، ماشي. انا لسه قايل لك دلوقتي ان الدم ده هيهيل باي ايه، باي فايبروس الهيموريدج اللي حصل ده. حلو، تعال بقى لو ايه لو رسمنا العين كده اهو، ادي ده ايه اللي هو الاوبتيك نيرف، وادي عندنا العين اهي، ماشي ماشي كده اهو. في عندنا هنا الريتنا، الريتنا طبعا قاعده كده. حلو، افرض بقى قدام الريتنا الهيموريدج كان حصل هنا، الهيموريدج اللي حصل هنا ده هيهيل باي فايبروز، وانت عارف ان الفايبروز بيلزق بيلزق، فيبدا يعمل تراكشن كده للريتنا، فيبدا يشد الريتنا. فلما يشد لك الريتنا ويعمل لها ديتاتشمنت، يعني ايه ديتاتشمنت؟ هيشدها من مكانها، لان زي ما احنا خدنا في الايه في الامبريولوجي كنت بقول لك ان الريتنا دي مش بتطلع من مكان واحد، لا كانت بتطلع من مكانين في الامبريولوجي. فكنا في اخر الامبريولوجي لو فاكر في السين اس كنا بنلزقها كده بالعافيه، كانت بتبقى لازقه كده، بتبقى لازقه في اللي تحتها، ماشي. كنا ايه الريتنا دي كانت بتتكون من ايه، من 10 طبقات، اول خمس طبقات كانوا بيبقوا لوحدهم واخر خمس طبقات كانوا بيبقوا لوحدهم، والاثنين كانوا بيبقوا ملزقين ايه بطبقه غيره كده خفيفه، فاي حد يجي يشدها بتتشد عادي وبيحصل لها ايه ديتاتشمنت. عشان كده كان بيقول لك ابعد عن التروما، حد اداك تروما الايه الريتنا يحصل لها ديتاتشمنت. يا رب تكون فاكر يعني الحته دي. فده الاوبتيك ايه الاوبتيك نيرف اهو، فيبدا بقى يحصل لها ديتاتشمنت كده، تطلع بره ايه بره المجال بتاعها كده. ومن طبعا اللي شدها الهيمورج، حته الهيمورج هي اللي عملت لها ايه تراكشن كده وتبقى طالعه بره. كويس كويس. ممكن يحصل حاجه اسمها فيتراس ايه هيموريدج. ايه ده؟ ايه الفيتراس هيموريدج ده؟ في فيتراس بادي طبعا اللي بيبقى ورا هنا ده، يبدا ممكن يحصل فيه هيموريدج. طب ده ساينز غشيمه؟ ده غشيمه جدا جدا جدا، وهقول لك ليه برده كمان شويه. حلو، قال لك بقى ادي العين اهو، لو جينا خدنا قطاع عرضي فيها كده من فوق اهي 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 اهي، ده الايرس اول ايه، ده الايرس اللي انا رسمه ده. حلو، انت قلت لي ان بيبدا يحصل تكون ايه نيو فاسكولاريزيشن، ماشي. النيو فاسكولاريزيشن ده قال لك بيطلع على الايرس وعلى الانجل، ديت الانجل، الانجل اوفيشليم اللي كان بيخرج منها الايه، كان بيخرج منها الميه بقى وتصفي
في القناه اللي ماشيه هنا. حلو. طب لو حصل هنا شويه انجيوجينيسيس كده وكوننا شويه بلاد فيزيكس هشه ورفيعه، فتبدا اول حاجه الهشه والرفيعه دي يحصل لها ايه؟ يحصل لها طبعا ربشر، تفرقع. ماشي. فلما تفرقع الاول كده عايزين ناخد اسم الايه، اسم شويه الار بي سيز اللي شويه الانجيوجينيس لما بيبقى لونها احمر كده ولسه بلاد فيزل زي ما هي زي ما هي كده وكويسه، بنسمي الموضوع ده ايه؟ يوبو ريبوز اي رايدس، اهي ريبوزز اي رايدس. ماشي. دي بتبدا تحصل كان يبقى في شويه ايه، شويه بلاد فيزل متكونين وقاعدين في الحته دي. طب افرض بقى لو ربشهم لو ربشروا هيدوني حاجه اسمها الهايفيما. الهايفيما دي بتبقى حته كده لونها، بص الحته دي كلها مليانه هيمورج كده ومحمر، اهي الحته دي مليانه هيمورج ومحمره خلاص كده. ماشي. الهيمورج بيهيل باي فايبروز. طب لو حصل فايبروزز الكنال اوفيشليم والانجل دي كلها تبدا تتقفل، والميه اللي كانت بتتصرف من هنا الميه دي كده خلاص مش هتعرف تتصرف، وبالسلامه كده ايه الميه دي. حلو. فالميه دي كده يا باشا مش هتعرف تتصرف، فالميه تقعد فتعمل لك زياده الايه الانترا اوكولار بريشر، فالانترا اوكولار بريشر يزيد يبدا يعمل لك جلوكوما، فايه يليد الى جلوكوما. حلو. ده الموضوع ايه، الموضوع بالراحه كده وعلى السريع. نكمل بقى ايه الساينز اللي الراجل هيجي يشتكي لك بيها. اول حاجه يقول لك الموضوع ده اسيمتوماتيك اصلا، يعني ستيج رقم واحد اللي هي النار بالريفراتيف وبعدين البري بالريفراتيف الكلام ده، الراجل ما يشتكيش بقى حاجه، الراجل زي الفل وعايش وعادي والدنيا بص عسل. ليه بقى؟ لان الموضوع ده بيبدا يحصل جراديوال، واحده 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 واحده، ما حدش بيحس بيه، وده طبعا كومبليكيشن للدايابيتس وما بيحسش بيه خالص. ماشي. ماشي. الراجل بقى لو بقى في الليت ستيج بقى هيجي في الاخر يجي يشتكي، امتى الليت ستيج ده يحصل؟ لما يبدا يحصل له كومبليكيشن. هتقول لي ايه كومبليكيشن؟ ادي عندنا لو جينا نبص بالفاندس كده في حاجه هنا كان اسمها الماكولا، البقعه هنا اللي احنا بنبص بيها. ماشي. الماكولا دي بقى لو اي حاجه من اللي انا قلتها لك من اللي فاتوا دول، الهيمورج ولا الفيبروز ولا اي حاجه من الكلام ده ولا الاديما ولا الكلام ده قرب من الماكولا خلصانه، يبقى انت كده دخلت لي في الايه في الكومبليكيشن، ويبدا الراجل ده يحصل له فعلا سيمتومز بقى. ايه السيمتومز بقى اللي الراجل هيجي يشتكي لك بيها؟ يجي يقول لك بقى في بليرد فيجن، ما انا شايف قدامي، في حاجه اسمها فوجي فيجن، مهم قوي فوجي فيجن. ايه فوجي فيجن دي؟ ان انا ضباب قدامي، الدنيا يا دكتور ضباب، مش شايف، الدنيا عتمه قدامي. ويجي يقول لك الموضوع ده حصل معايا جراديوال وبقى في بليرد فيجن. ماشي. ماشي. في عيان تاني بقى يجي يقول لك الموضوع يا دكتور ما حصلش معايا جراديوال، انا امبارح كنت زي الفل وسليم، تاني يوم على طول لقيت نفسي اعمى وما بشوفش والدنيا باظت معايا، اسمه بروجريسيف فيجوال اكيوتي لوس. ده موضوع مهم قوي قوي قوي. لو جه يقول لك انا كنت سليم مره واحده تاني يوم مت كده على طول والدنيا حصل بلايندنس، تعرف على طول ان حصل له ايه، حصل له اللي انا قلت لك عليه الفيتراس ايه، الفيتراس هيمرج. كويس. كويس. هتيجي انت بقى دلوقتي تقول لي انت قلت لي ان الماكيولا بتبدا تبوظ، ما تكروتنيش بقى وقول لي الماكيولا بتبوظ ازاي. اقول لك الماكيولا بتبوظ بيحصل حاجه اسمها ايه، ماكيولوباسي. مهمه جدا. ده الكومبليكيشن بتاع الدايابيتيك ريتينوباسي. لو حصل ماكيولوباسي بالسلامه العيان هيجي يشتكي بشويه ايه، بشويه اعراض، انما طول ما هي مش موجوده مش هيحصل طبعا اعراض. حلو قوي. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان الراجل هيجي يشتكي امتى بالكومبليكيشن. ايه الكومبليكيشن؟ ان هو يبقى عنده ماكيولو ايه، ماكيولوباسي. حلو. الماكيولوباسي دي بقى في منها انواع، قال لك في منها ثلاث انواع، ركز معايا، في منها فوكال، وفي منها نوع اسمه ديفيوز، ماشي، وفي نوع منها اسمه اسكيميك. ازاي بقى بكوز اروز؟ وازاي بقى؟ ركز معايا. اول حاجه الفوكال دي بيبقى عندك بلاد فيزل ماشي عادي وحصل له زي مايكرو انيوريزم كده، بس فين؟ في الماكيولا، في الماكيولا ذات نفسها بدا يفرقع وبوظ الماكيولا، بس ده بص حته صغيره خالص يعني مش حوار يعني، فبنسميه فوكال تايب. ماشي. وده بيتعالج بايه؟ بالليزر. بنخش بالليزر نبدا نبوظ الحته اللي هتفرقع دي قبل ما تفرقع، وخلاص كده يبقى احنا ايه ظبطنا الدنيا بالليزر. ماشي. طب الديفيوز؟ الديفيوز قال لك لا بقى ده بيبقى ايه كذا واحده كده ايه يبدا يحصل فيها انيوريزم وفي كذا حته. ماشي. ده برضو بنعالجه بايه؟ بنعالجه بالليزر، بس اسمه جريد ليزر، يعني ليزر في كذا حته، تك 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 تك، ايه كانك ماسك رشاش كده عمال تضرب بقى، تضرب هنا وهنا 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 وهنا. كل ده فين؟ في الفندس بتاع العيان. ماشي. النوع الاخير بقى اسمه سكيميك. سكيميك ده ليه؟ برضه بيبقى عنده نفس الكلام، برضه انيوريزم اهو، بس بيحصل هنا اهو اكلوجن ويجي
ار بي سيز تقف له نواه فتعمل له اوكلوجن، تعمل له ثرومبوزس، فيبقى اسمه اسكيميك ايه؟ اسكيميك تايب. حلو. لو العيان ده عنده ماكيلوباسي بيبدا ياخد رقم ام 1 شبه ايه؟ شبه الاستيجنج بتاع التيومر كده. التيومر كنا بنقول ايه؟ ميتاستازيس 1 وبتاع، هنا برضه نفس الكلام، ماكيلوباسي يبقى عنده ام 1. طب لو ما ايه؟ لو ما عندوش هياخد ام 0. كويس كويس. بيبدا يحصل ايه في الماكيولا ديت؟ يعني بيبدا يحصل فيها اديما، يبدا يحصل فيها هيموريدج، يبدا ايه؟ يبقى ديفيوز، يبقى فوكال، اي حاجه من الحاجات دي كلها. ماشي. بتحصل في اي فيز؟ اي فيز. ممكن تحصل في النون بروليفراتيف فيز او في البروليفراتيف ايه فيز. فانت ما تتوقعش تيجي في اي حته. ماشي. تضرب كده على طول ولا تبالي. المهم الفندس اكزامينشن بقى لازم زي ما احنا قلنا نعمل فندس اكزامينشن دوري كل شويه كل شويه كل شويه، عشان تبدا بقى تبص على الحاجات اللي انا ايه لسه قايلها لك دي كلها. تشوف بقى مايكرو ايه انيوريزم، تشوف لوبينج فينوس، تشوف ريدوبليكيشن، تشوف اي حاجه من الحاجات دي. ماشي. ونيوفاسكولاريزيشن والكلام ده كله تبدا ايه تتابعه وتشوف. طب تعالى بقى يلا اعمل لي دايجنوز للموضوع ده. اول حاجه الفندوسكوب، وده مهم جدا جدا جدا. الحاجه اللي بعد كده بنبدا نعمل حاجه اسمها فلوري سين انجيوباسي. ايه فلوريسين انجيوباسي ده؟ ان انت بتبدا تحط زي صبغه وضاي كده تمشيها في الارتريهات بتاعت العين، تبدا ترسمها كده وتبدا تبص عليها عشان تبدا تشوف بقى ايه الدنيا فيها ايه والعين بتبقى عامله ازاي. تعالى بقى اوريها لك اهي. هي يا معلم اللي بتبقى قدامك دي كده، العين كلها بتبقى سمراء بس الايه الارتريهات بتبقى بالايه بالابيض كده، ده الفلوريسين بيبدا يدهن. ممكن بقى تلاقي ايه ارتري فيهم ايه اتزنق بقى، حصل له اوكلوجن، فبالتالي الصبغه مش هتعرف تعدي، فنبدا نكتشفه بقى ونبدا ايه نجيبه. في جهاز بعده برده اهوت لازم برده ايه تشوفه كده وتعرفه. الجهاز ده مهم قوي قوي قوي، الاختصار بتاعه او سي تي. ماشي. ايه بقى موضوع الاو سي تي ده؟ ده اسمه اوبتيكال كوهيرنس توموجرافي. ما هو ايه الجهاز اللي انا وريته لك ده؟ بيبدا برده يخش ويبص يشوف الماكيولا باظت ما حصلش، الماكيولا ما باظتش، يشوف فيها قديمه ما فيهاش قديمه. المهم هو اللي بيبدا يعمل اماونت للايه للماكيولوباسي، ولا يبدا يعمل لك ستيجنج ليها ويقول لك خلاص ده باظت او ما باظتش. طب في الترا ساوند؟ قال لك اه ممكن نعمل احلى الترا ساوند. الالترا ساوند ده يبدا يعمل لنا ايه؟ يبدا برده يشوف لك الارتريهات اللي هناك، يشوف لك فيه هيموريدج ما فيش هيموريدج، وخاصه بيحدد الفتره ايه الفيتراس هيموريدج. تعالى بقى نعالج يا باشا. اول طريقه علاج طبعا وهو تبقى ميديكال، لازم طبعا نظبط للراجل ده لو عنده هايبر تنشن. ماشي. لان زي ما انت عارف الهايبر تنشن والاثيروسكليروزز والدايابيتس ومسموم الثلاثي المرح اللي بيعملوا لنا ريتينوباسي، فلازم تعالج لي الثلاثه. حلو. تبدا تشوف الجلايسيميك ستيت بتاع الراجل، تعمله مثلا هيموجلوبين اي 1 سي لو كان عالي يبقى كان الراجل ده ان كنترول، ده لا ظبطه لي كده. عنده نيفروس صلحها له، الليبيد بتاعه الاثيروسكليروز صلحها له برده. ماشي. ايه خليه يعمل شويه اكسرسايز، ايه اللي في الوزن، يوقف سموكينج، اي حاجه من الحاجات اللي هي بتبوظ البلاد فيزلز دي. ماشي. من العلاجات بقى اللي انا قلت لك عليها اللي هو الليزر، اسمه ليزر فوتو كواجوليشن. ده مهم قوي قوي قوي. ليه؟ لان ادي الفندس اهو بتروح جاي داخل كده، مثلا عندنا هنا نيو ايه نيو فاسكولاريزيشن، وهنا شويه ايه فاسكولاريزيشن جديد اهو، بتروح جاي انت داخل بشعاع ليزر ضارب الحته دي وضارب الحته دي وضارب الحته دي وضارب الحته دي، كان الراجل يخف ويبقى ايه ويبقى زي الفل. في حاجه ثانيه ممكن الكريو سيرابي، ماشي، بالايه بالليزر برده كده بدل الليزر، يعني تبدا تستخدمه بالاشعاع بقى وبالحراره طق 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 ايه، تروح جاي داخل وشايل الدنيا دي كلها. حلو. في ادويه ايه بقى الادويه دي؟ بتخش جوه الفيتروس باطن كده اهو، تبدا تحقن ايه تحقن هناك ادويه. الادويه دي اسمها الفي جي اي اف انهبيتور اللي هو الفاسكولار ايه اندوثيليال ناشي جروس فاكتور، تبدا ايه تبدا تحقن بس هناك بيبقوا انهبيتور، يروح جايين رايحين موقفين الباشا ده، لان الباشا ده زي ما انت عارف ان هو مصيبه. الباشا ده بيطلع امتى؟ بيطلع لما بيبقى فيه اسكيميا. حلو. عادي تحصل سكيم، بس المهم نوقف الباشا ده، لان الباشا ده هيروح جاي رايح ولا يبدا يعمل بروليفريشن، يبدا يعمل انجيوجينيسيس جديده، هو اللي بيبدا يطلع لك شويه الهاموش الصغيرين، شويه الايه اللي هو البراد فيزل الصغيرين اللي بيبداوا يتكونوا، هم دول مصيبه، هم دول المصيبه اللي بيعمل لك الهيمرج وبيعمل لك الليله دي كلها، فلازم نوقفه. ايه بقى الادويه اللي بتوقفه؟ واحد اسمه البيفا سيزوماب، وده طبعا طالما في ما بيبقى ده لسه ما اخترعينه جديد وبتاع وايه واللي هو مونوكلونال انتي بودي والحاجات اللي هي الريكومبرنت دي النيوكلام دي، فده لسه ده جديد. في واحد تاني برضو اسمه الراني بيزوماب. ماشي. وممكن تحقن برضو كورتيزون هناك عشان تقلل الدنيا خالص. ماشي. كورتيزون بقى شبه ايه؟ شبه الترايا ميكينولون. ماشي. ده كنا خدناه برضو من الحاجات اللي هي كانت بتستخدم نيزل برضو في الازمه وكده
ناخده ان شاء الله برضو ايه بالتفصيل. ممكن عمليات، ممكن يا باشا جدا عمليات، نخش نعمل ايه، هنشيل الفيتراس بادي، هنشيل الفيتراس بادي. طب ده ليه بقى تشيل الفيتراس بادي وتشيله ازاي؟ قال لك هتشيل الفيتراس بادي وتحط بداله حاجه اسمها ايه، سيليكون اويل. طب ليه؟ ما انت شلت لي الفيتراس بادي، حلو. لما تشيل الفيتراس بادي ماله؟ ما دي انت كده شلت لي بريشر من جوه العين، فالعين كده مش هتشوف كويس، فلازم تحط مكانها بريشر زي اللي هو السيليكون بادي، وفي نفس الوقت برضه يبقى ليه ريفراكشن، ايه ريفراكشن كده ويعكس الضوء وتبدا تشوف كويس. حلو، اسمه سيليكون اويل. ماشي، هتسكت مش هتسكت؟ برضه بيبقى في شويه ايه حاجات برضه بايظه كده معاها، تروح جاي داخل بايه، بحاجه اسمها البان ريتينال فوتوكواجيوليشن. مهمة، مهمة جدا دي بقى، زي الليزر كواجيوليشن، فوتو كواجيوليشن اللي احنا قلنا عليه. بس ايه، الفوتو كواجيوليشن ده بيضرب واحد الليزر ده، انما التاني البان ريتينال بتضرب بقى كذا حتة، بقى بتضرب حتت كتير. حلو، يبقى العملية بتتوقف عندنا على 3 خطوات. أول خطوة إن احنا نشيل الفيتراس بادي، تاني خطوة تحط بداله سيليكون أويل، تالت حاجة إن أنت تضرب بالبان ريتينال فوتو كواجيوليشن، ماشي، تضرب كل النيو فاسكولاريزيشن اللي حصلت عندنا. قال لك العمليه دي ليها انديكيشن، اه بريزيستنت ايه فيتراس هيموريدج، إيه مثلا اكستنسيف ايه بري ريتينال ميمبرين فورميشن، مثلا في ريتينال ديتاتشمنت، في ريكالسيترانت ايه ديابيتيك ماكيولار ايديما. ايه اللي بيحصل؟ ان هنا بيبقى عندك الماكيولا حصل فيها ايديما وعنيده بقى، مش راضيه تمشي ولا راضيه تروح ولا راضيه تخف ولا راضيه تعالي، هسكت مش هسكت، بروح جاي داخل ايه، داخل برضو عامل العمليه كده. الحمد لله احنا خلصنا الايه الريتينوباثي بكل التفاصيل وكل حاجه. نخش بقى ان شاء الله على الاثر، ايه دايابيتيك كومبليكيشن، مهمه وسهله وسريعه. قال لك اول حاجه السي في اس، السي في اس اللي هيبدا يوصف فيه، قال لك اول حاجه لازم هايبر تنشن، هيحصل هايبر تنشن يعني هيحصل هايبر تنشن، وده اسبابه احنا كنا قايلين سبب منهم اللي هو الانسولين ريزيستنت. ليه بقى؟ لانه قلت لك الانسولين ريزيستنت ده بقت سيوري من السيوريهات اللي هي بتفسر بيحصل هايبر تنشن. ليه؟ لان في زياده انسولين، والانسولين كان بيعمل حاجتين وحشين، كان بيشغل سمباثيتك فايبرز، وكان كمان بيروح جاي رايح يعمل ري ابزوربشن للصوديوم من الرينال تيوبيولز. ماشي، في كمان عندنا الاثيروسكليروزز، عندنا كمان اندوثيليال ديسفانكشن بسبب برضو الدايابيتس، يبدا يعمل شويه جروح خفيفه كده في الاندوثيليوم، فده يعمل لك هايبر تنشن. وعندنا دايابيتك نيفروباسي، لان النيفروباسي بتروح تشغل لك الراس سيستم اللي بيجيب لك الرينين، والرينين اللي بيجيب لك الالدوسترون، والالدوسترون اللي بيبدا يعلي لك ويعمل لك اولت ايه ووتر اند سولت ايه ريتنشن. ماشي، الحاجه اللي بعد كده الجاسترو انتستينال تراكت جي اي تي، جي اي تي يبدا يبوظ اول حاجه كده في الماوس، يبدا يحصل له شويه دنتال كاريز، ويجي له شويه ايه شويه بقى تسوس كده في اسنانه وجنجفايتس وبتاع بسبب الاميونيتي واقعه، فالاميونيتي واقعه يبدا يحصل له شويه التهابات في بقه واللوسنج للتيس. لوسنج للتيس ايه؟ لوسنج للتيس دي بقى مهمه قوي وحصلت مع واحد قريبنا. ايه بقى؟ يبقى قاعد كده يجي يقول لك خلي بالك انا اسناني هتقع، الحقوني انا اسناني بتقع. سن بتقع بتقع ازاي يا عم؟ تيجي تبص على اسنانك تلاقيها متركبه مكانها وكل حاجه زي الفل، بس تحسها كده بتخلخل كده سايبه، هتقع فعلا. طب ازاي بقى؟ ليه؟ قال لك بسبب اول حاجه هي الجم، الجم دي وحشه قوي قوي قوي، بيبدا يحصل لها شويه التهابات وبتبدا تتراجع عن مكانها. يعني ادي السن اهي، يبقى عليها شويه ايه اللي هو الايه اللثه، اللثه بتبقى ماسكاها كده، لا بتبدا تتراجع، ادي السنه واللثه بتبقى ايه راجعت كده، فالسنه كلها بتبقى باينه، فبتبقى متخلخله فعلا وايه وسايبه. الموضوع ده بنسميه جم ريسيدنج، جم ريسيدنج. خش ابحث عنها على النت، بص زي الفل بتلاقي ايه الجم دي بدات ترجع كده. ده طبعا في ناس فيكوا اكيد عندها الموضوع ده. حلو، الحاجه اللي بعد كده النيرف، النيرف ذات نفسه بيبدا يبوظ، اللي رايح يغذي هناك والعصب وبتاع، فيبدا ما هو ايه ما بيبقاش حاسس بسنان. الحاجه اللي بعد كده في الجاسترو انتستينال تراكت اللي ممكن تحصل الليفر، يحصل فاتي ليفر، ودي اللي احنا كنا قلناها قبل كده اسمها النافل، اللي هو النون الكحوليك فاتي ليفر، بيبدا يحصل دي بوزيشن للترايجلسرايد. الريسبيراتوري يبدا يحصل فيه انفكشن، نمونيا، تي بي بسبب المناعه قليله. الجينيتال تراكت تخش فيه برضو الفيميل يحصل لها بريورايتس تحت، ويجي لها منيوليزيس وشويه كانديدا كده حلوين، يعمل لها شويه التهابات وبتاع. تاب الرينال، الرينال بقى حاجات حاجاته كتير ان شاء الله، وهناخدها برضو في اللي هي في الرينال طبعا في القسم لوحده، ولكن برضو ممكن اوضح لك شويه حاجات خفيفه كده. اليو تي اي، ليه بيحصل يو تي اي زياده؟ بسبب ان ايه، ان انت عندك هايبر جلايسيم، يعني في جلوكوز كتير، والجلوكوز ده بيست ميديا لمين؟ للبكتيريا، فتبدا تعمل لك انفكشن، والانفكشن تجيب لك يوروليسيسس اللي هو ستونز. ازاي الاثنين مرتبطين ببعض؟ انفكشن تجيب ستونز، والستونز تجيب انفكشن. ازاي؟ قال لك الانفكشن بتروح جايه رايحه على الجدار
بتاع اليوريتر بقى، بتاع الكدني، بتاع اي حاجه، وتبدا تعمل هناك، تعمل حاجه اسمها نيدس. نيدس تخرم خرم كده شبه الطبق، بنسميه نيدس او نيفس. حلو. الخرم الطبق ده يبدا يتراكم هنا ايه شويه الاملاح، فالاملاح يتراكم 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 لحد ما يعمل لك في الاخر استون. حلو حلو. الله اكبر. نكمل بقى معانا، عندنا حاجه اسمها بابيلاري نيكروزز. ايه هو البابيلاري نيكروزز دوت؟ ادي الكلى اهي عامله كده، بيبقى فيه من هنا بقى ايه الكاليسز ثم البابيلاري. ماشي. البابيلي هنا دي بيقول لك بيبقى اقل حته رايح لها دم، البلاد سبلاي بتاعها تعبان اصلا، فتيجي انت بقى تعمل لي كمان نفروباسي وبتاع، فيبدا البلاد سبلاي بتاعها يبوظ خالص، وهي اول حته بيحصل لها نيكروز. باقي الحاجات ان شاء الله هناخدها في النفروباسي لوحدها. خش معايا على بعد كده الاوكيولار الكاتراكت. الكاتراكت طبعا خدناها ايام السي ان اس، وكنت قايل لك في حاجه اسمها دايابيتك كاتراكت، ده بيجي بسبب ان اللينس فايبرز بتبدا تبوظ، يبدا يحصل لها ديجنريشن. ماشي. بسبب بقى الايه الرص والسوربيتول والجلايكيت اند برودكت والحاجات الحلوه دي كلها. الحاجه اللي بعد كده الجلوكوما. الجلوكوما لسه شارحها لك دلوقتي، بسبب الانجل. ماشي. بيبدا يحصل هنا ايه فايبروزز بسبب الهيموريدج اللي حصل، بسبب النيو فاسكولاريزيشن، تبدا في الاخر تعمل لك هنا فايبروزز، فتقتل لك كانال اوف شليم، فما تعرفش تصرف المي، وايرور اوف ريفراكشن، خد عندك شويه انفكشن وشويه ايه سيرد نيرف ايه بالس. ماشي. الاميونيتي، الاميونيتي بتبدا تبوظ بسبب السكريات الكتير دي. بتبوظ ايه؟ انهي حاجه من الاميونيتي اللي بتبوظ؟ الاثنين، الانيت اميونيتي وطبعا السيل ميدييتد اميونيتي. حلو. تعالى على الروماتولوجي. الروماتولوجي برضو بيبدا يحصل ايه شويه حاجات حلوه كده، وكاربان تانل سندروم و الديوبيوترين كونتراكشن. ده ايه هي؟ بيبدا يحصل شويه فايبروزز او سيكنينج كده في البالمر فاشيا اللي عند الايد هنا، والايه والابونيروزز والحاجات دي كلها، فتبدا تضغط لك على اتنين نيرف مشهورين جدا، وهو الميديان نيرف وكمان الالنر نيرف. حلو. يبدا يحصل شويه نيوروسايكاتري ديبريشن دايمنشيا. ماشي. عاد خش بقى معايا على الاكانسوسيس نيجري كانس، مهم قوي قوي قوي. اكانسوسيس نيجري كانس دي حته بيبقى فيها هايبر بيجمنتيشن وبتبقى تخين، وقال لك بتبقى فالفيتي. ايه فالفيتي دي؟ ناعمه، ناعمه شبه القطيفه كده. شفت الملمس بتاع القطيفه مثلا؟ لو انت بتغطى البطانيه ولا حاجه، ماشي ايدك على الايه على القطيفه بتاعتها كده، هي نفس الايه الملمس كده، بتبقى سكند وتخينه. بتطلع فين؟ قال لك بتطلع بالذات عند الاماكن اللي فيها فولس، في الرقبه، عند الاجزله، عند الجروين، في الحتت دي. سببها ايه؟ سببها انسولين ريزيستنت. حلو الكلام، حلو الكلام. الحاجه اللي بعد كده بقى مهمه قوي قوي قوي، اللي هي الاكرو كيرودونز. ايه الاكرو كيرودونز دي؟ اللي هي السكين تاجز. سكين تاجز كنت قايلها لك قبل كده في الانسولين ريزيست. يعني ايه سكين تاجز؟ الراجل تيجي عند الاتو كده تلاقي فيه شويه حبوب كده، ايه حبوب كده بابيولز كده، ولونها بني او اسود، وبتبقى بدنكيوليتد يعني لها رقبه كده. ماشي. وهي وبتبقى كده مدلدله كده على رقبته. حلو. كتير بقى كل دول بيطلعوا بسبب ايه؟ بسبب برضه الانسولين ريزيستنت. حلو حلو. قال لك بيبقى ليها رقبه، والمصريين بقى الجمال ايه حبوا بقى موضوع الرقبه ده، راحوا جايين عاملين ايه؟ جابوا لك خيط، ده يجيبوا خيط برضو. المفروض بتروح التريتمنت بتاعها كيريو سيرب وبتاع، وبتقطع وتشيل ايه وجراحه وبتاع عند الايه عند الدكتور. بس المصريين ما معهمش فلوس، فما بيروحوش عند الدكتور، فبيعملوا حركه حلوه قوي، بيجيبوا خيط ويبداوا يجوا هنا ويربطوا يربطوا يربطوا ويعملوا عقده خيط كده ويشدوا جامد، ويشد يشد يشد. الراجل كده عمل ايه فيها؟ قطع البلاد سبلاي عنها يوم ولا اتنين ولا تلاتة، وحرفيا البتاع دي بتقع نهائي، وما ايه وما بتطلعش في المكان ده تاني. فدي بتبقى حاجه حلوه قوي قوي قوي، وعلاج رخيص وببلاش، دي اسمها ايه سكين تاكس. خش بعد كده دايابيتك ديرموباسي. ايه هو بقى الدايابيتك ديرموباسي؟ تيجي تبص على البري تيبيا كده، عند الراجل عند التيبيا في رجليه، بتلاقي فيه شويه ماكيولز او بابيولز، شويه حاجات كده من ايه من الديرما، بابيولز ماكيولز، حتت فيها ديبريشن، حتت عاليه، حتت واطيه، في ايه اللي حصل؟ الكلام ده بيطلع بسبب الانسولين ريزيستنت اللي هناك، بتبدا تعمل شويه هايبو بيجمنتيشن في الاماكن بتاعه الرجل دي، بس زي ما تقول خناقات كده. سبب ايه بقى الموضوع ده كله؟ انا كنت قايل لك ان الجلوكوز ليه دايركت 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 اريتيشن على السكين، فيبدا يعمل شويه اريتيشن هناك وتعمل بابيولز او تعمل هايبو بيجمنتيشن، ماكيولز، ديبريشن، اي حاجه من الحاجات دي كلها. في حاجه عندنا اسمها ايروبتيف ايه زانسوم، اللي هي زي الزنس لازمه كده اللي احنا خدناها، بتطلع عند الايه عند الاي ليد عند العين. هتقول لي برده مانيش عارف. بص الراجل بتاع الدايابيتس ده عنده ايه؟ عنده حاجه مشهوره قوي اسمها ديس ليبيديميا. الديس ليبيديميا دي يعني شويه دهون بقى ايه سايحه كده في الدم. الدهون السايحه دي تروح جايه رايحه عند الجلد،
تبدأ تقعد هناك تعمل لك كيس كده مليان دهون مليان كوليسترول وتراي جليسرايد، تراي جليسرايد وكوليسترول، حلو قوي. وتعمل لك كلكة عادي، كلكة عادي تطلع على الباتوكس، تطلع على القلبه، تطلع في اي حته، تطلع عند العين، تطلع في اي حته زي ما تطلع. المهم بتبقى يلو بابيول عند اريسنتوس بيس، البيس بتاعها كده بيبقى محمر وهي طالعه في النص كلكعه صفرا كده ماشي. وتطلع اكتر في التايب 2 دايابيتس لان هو اللي عنده ديسليبيديميا اكتر. البريورايتس، بريورايتس بسبب المناعه قلت فالست تبدا يجي لها شويه هرش وبتاع ماشي. في بقى راجل ممكن تلاقي ايده كده فيها شويه هرش هنا، هرش ولونها اسود بقى زي اكزيما كده. طب بسبب الدرماتيتس اللي جات له دي، بسبب اول حاجه الديهايدريشن اللي عند الراجل ده بسبب ان الجلوكوز عنده اوزموتيك دايوريسيس ويبدا يعمل له ديهايدريشن. الحاجه الثانيه دايركت اريتيشن للجلوكوز. عندنا ديليد ووند هيلينج، الراجل دلوقتي اتعور، ده انا كنت قايل لك عليها، بنمشي الراجل بتاع السكر ده في شرابين وثلاثه، رجلي لو اتعورت بالسلامه جنجرين وهنقطعها له، فلازم يحافظ عليها كويس قوي قوي قوي. كل ما ارجع من الشغل يبص على رجله ويفليها كويس كده، يشوف فيها مسمار، فيها حاجه دخلت في سلايه شوكايه بتاع، يبدا يبص عليها كويس قوي ماشي. ماشي ديليد ووند هيلينج ده بسبب ايه؟ اول حاجه البلاد سبلاي اللي رايح هناك قليل بسبب الاثروسكليروز اللي عند الراجل. الحاجه اللي بعد كده نيوروباسي، فمش عارف يتحكم في رجله ومش حاسس برجله اصلا. بتاعك عنده جلوف اند سوك سينس ايه اناسيزي او براسيزي ماشي. الحاجه اللي بعد كده بروتين ديبليشن، البروتين اصلا اللي هنبني بيه مش موجود، مش موجود ليه؟ انت استهلكته فين؟ وديته فين؟ وديته في عمليه اسمها الجلوكو نيوجينيسيس عشان اجيب سكر للجسم، مع ان الجسم اصلا متعبي سكر. حلو. هل بعد كده جلايجيتد اند برودكت يروح جاي رايح يوقف لك المناعه والكلام ده كله، فيبدا يحصل لك هناك انفكشن، وطول ما الجرح فيه انفكشن يبقى قابلني لو خف ومش هيخف. اخر حاجه عندنا حاجه اسمها الكاروتينيميا. ايه الكاروتينيميا دي؟ بيقول لك دبليوش ايه يلوش ديسكولريشن في السكين، اه الجسم كله بيقل نصف. بس ايه اللي جاب الكاروتينيميا للدايابيتس؟ انا مش فاهم. لا فاهم، ركز معايا. احنا دلوقتي هنيجي اشرح لك ان شاء الله في التريتمنت، هقول لك ان الدكتور بيوصي العيان اللي هو ياكل فايبرز كتير. فايبرز يعني ايه؟ يعني فيجيتابلز وشويه ايه، شويه خضروات حلوه كده. فالعيان ما يصدق ويقول لك بس الدكتور يا اولاد نصحني ان انا فيجيتابلز فيجيتابلز وابقى فيجيتيريان وبتاع، والله ما ناكل حاجه غير ايه، غير الخضروات والكلام ده. فيبدا ياكل خضروات 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 اي خضروات فيها كاروتين، فالكاروتين يتعبى في جسمه فيعمل له كاروتينيميا. الحاجه اللي بعد كده يحصل انسولين ايه اللي هو لايبو ديستروفي، وده كومبليكيشن طبعا الانسولين هنقول عليها، حته في الجسم توطى كده او حته في الجسم تطلع زياده. الانفكشنز، انفكشن تيجي تبص عند قفاه من ورا كده، الحته بتاع القفاه دي بالذات بتلاقي فيها ايه فرانكل او كربانكل او شويه ابسس، ده بسبب ان المناعه عنده قلت، تبدا يحصل ايه شبه ساينس كده وتراك للساينس، ودي اللي اسمها فرانكل او كربانكل ماشي. شويه ابسس كده كتير وكلهم فاتحين على بعض بقى بساينس ايه بساينس كتير كده ورا بعضه. بس موضوع الصراحه اللي هو اللايف ديستروفي ده عايز ارجع له تاني معلش. لايف ديستروفي عايز اقول لك ان هو مبقاش يحصل بدرجه كبيره. ليه بقى اللايف ديستروفي مبقاش تحصل بدرجه كبيره؟ لان احنا زمان كنا بنستخدم الانسولين بتاع الحيوانات، البورك بقى ونجيب بقى الخنزير والكلب والحوارات دي وناخد منها الانسولين بتاعها، ولكن الكلام ده مبقاش يحصل دلوقتي خالص، بقينا نستخدم هيومن انسولين. حلو حلو. ما بقاش ايه يحصل بقى انفلاماتوري رياكشن والالرجيك رياكشن اللي بيحصل في الحته ديت، وكان بيجي سايتوكاينز وبلاوي بقى اللي كانت بتعمل اللايبو ديستروفي ماشي. احنا كده خلصنا الحمد لله. نبدا بس شويه صور كده على الخفيف وخلاص وروح يا معلم. دي صوره اللايب ديستروفي اللي احنا قلنا عليها. بص في حته ابا كرشو قوي بقى، فده كده بقى اللايب ديستروفي، وده اللي هو اللوبينج الفينز، وديت الايه زنس لازمه اللي هي الزنسومه زي الزنسومه كده. بص حته صفراء ايه وايه تبقى كبيره كلكعه كده، وده الاثنين اللي هم كانوا برر لبعض همت ماشي. وده عندنا الرجل اهي، الرجل فيها هايبوبيجمنتيشن ماكيولز بسبب ايه؟ بسبب الانسولين ريزيستنت اللي بتبدا تحصل للراجل ده. ديرموباسي ماشي، دي برضه نفس الكلام ديرموباسي. وادي الجهاز اهو الاو سي تي، وادي عندنا العين ماشي، وادي السكين تاج زي اللي احنا قلنا عليها. بص اهي، بص تلاقيها دايما بدنكيوليتد ونايمه كده، نايمه يبقى لها رقبه، تعال على الرقبه دي واربطها وريح نفسك علاج ببلاش. وديت الايه لابونيلوز اللي حصل فيها فايبروزز بالمر فاشيا، تبدا تشد على الاي ايه الصبعين الاخرانيين لان دول هم اللي بيتغذوا بالميديان والالنر نيرف اللي باصوا. دي برضه والله بودستروف اهي، حته دخلت لجوه بسبب الانسولين الكتير ده. معرفش كانت ده تقريبا كان بحث عندنا. وادي الرجاله اهي بس كده الحمد لله كده احنا خلصنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.